السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو رقم 2 في لعبة تفادي الكرة. الفيديو الماضي برمجنا البول وضغطنا على مفتاح S لوضع الكرة لمكانها الافتراضي، والجيم اوفر تختفي ويظهر الشاشة الافتراضية، وخلصنا الكود الخاص باللاعب والخلفية الموسيقية الخاصة باللعبة. في الكود الثاني اللي هو الخاص بالبيك ووكينج هيتم القفز لأعلى من جانب الشخصية الكرتونية بيكو ووكينج، والنزول لأسفل مرة أخرى عند ترك مفتاح المسافة أو السبيس. ننتقل للكود، طبعا نوقف الكود كده ونوضع الافتراضي الخاص باللاعب، وننتقل زي ما تعودنا للموشن ونوضع الافتراضي جو تو عند الضغط على مفتاح زيرو. كل الكلام ده بنعيده مرة ثانية تمام للتأكيد. نضغط على مفتاح S. أوكي، هيتم الوضع رجوع الشخصية لوضعها الافتراضي تمام. حركة الأرجل والحركة لأعلى. حركة الأرجل سهلة جدا، خدناها قبل كده من Next Question. نروح الأول اختار Event بتاعنا ستارت، نضغط على مفتاح ستارت او جرين فلاج، استخدم فوريفر لتكرار الحركه تمام. بعدها نيكست كاستيوم من لوكس، نيكست كاستيوم من هنا كده هيتم حركه اللاعب، حركه الاذرع والارجل. بالنسبه لحركه القفز، حركه القفز الاعلى الحركه هتكون راسيه، لذلك نعتمد على المحور Y أو Y coordinate، نعمل توقيف. لو ضغطنا على مفتاح المسافة خلي اللاعب يرتقي لأعلى، طيب لو ضغطنا يبقى F تمام. عند الضغط على مفتاح S مفتاح Space مثلا المسافة، أروح عند Sensing واختار F Touching، لا أختار A key space present. انا اضغط واقوم بلمس مفتاح المسافه من الكيبورد، يبقى key space present. لو تم الضغط على مفتاح space ابدا زود قيمه الواي بمقدار 10 او 20 على حسب، هنشوف ونجرب دلوقتي. هنروح عند motion change y by 10 وتبقى القيمه الموجبه، لأن Y لما نرتقي الأعلى بتزداد القيمة والأسفل بتقل القيمة. لو سوينا كده شغلنا وضغطنا على مفتاح Space فعلا بيرتقي الأعلى بمقدار 10 خطوات، لكن لم عند ترك مفتاح Space لم يتم الرجوع للمكان الأصلي اللي هو Go to X and Y، فلازم نضغط على S. البرمجة هتكون كالتالي: في حالة الضغط على Space قم بزيادة Y بمقدار 10، وعند ترك مفتاح Space نقص ال Y بمقدار 10. نشوف، روح عند Motion واختار Change Y by 10، نتلخبطش بين X و Y، وهنا اختار ايه؟ minus 10. شايفين أول ما أحط minus 10 القيمة الشخصية هترجع مرة تانية، ولكن ترجع للأسفل، أسفل المسرح، اختفت، نزلت أسفل المسرح. لذلك لازم نكون بملاحقة الخطأ ده ونحط البلوك اللي اسمه if on edge bounce، لو تلامست مع جدار المسرح اعمل ارتداد تظهر الشخصية مرة ثانية. يبقى لو شلنا if on edge تنزل الشخصية، لو وضعنا F on Age ترتقي الشخصية على أرضية المسرح. كده تقريبا انتهينا من برمجة الشخصية الكرتونية بيكو ووكينج باستخدام F Else. لو ضغطنا على Space شايفين كل أنا مستمر في الضغط ترتقي الأعلى، تركت Space تنزل لأسفل. نشغل اللعبة كلها، نعمل Stop ونشغل اللعبة كلها.
إلى أن يتم التصادم توقف اللعبة، لأني قلت فين؟ قلنا هنا بول ستوب أول، وقف كل السكريبتس المقولة داخل اللعبة. كده نكون انتهينا من أبسط لعبة موجودة عندنا، وأول لعبة عندنا في المسار بتاعنا كاملة أو شبه كاملة، لأن طبعا لسه ما دخلناش في الفاريبلز والمتغيرات. وعند الدخول في الفاريبلز والمتغيرات هتكون اللعبة لها مسار مختلف تماما. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. أرجو تطبيق الدرس ومراجعة الفيديو الأول والثاني في تطبيق اللعبة وتطبيق الدرس، أوكي، وتسليم المشروعات على واتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.